بحسب جدول الأعمال، فإن الجلسة الثانية والمخصصة لاختيار رئيس الجمهورية تعقد في تمام الساعة 12 مساء، لكن وبسبب النصاب أخرت لنصف ساعة ثم أجلت لنصف آخر حتى تحولت لتداولية فقط. أدى فيها نائب جديد يمينه الدستوري، وتخللها أيضا توصيات وتوجيهات من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بخصوص اللجان النيابية. أما ملف رئيس الجمهورية فقد أجل مع تأجيل هذه الجلسة إلى غاية الوصول للتفاهمات. نحن أكثر من 170 نائب لم نحضر ولن نحضر أي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ليس من بين المرشحين مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. هم يقررون الحزب الديمقراطي الكردستاني إذا يتمسكون بالسيد هوشيار زيباري أو يقدمون مرشح آخر، ولكن حتى اللحظة هم متمسكين بترشيح السيد هوشيار زيباري وينتظرون كما ننتظر نحن قرار المحكمة الاتحادية. أول جلسة نيابية للدورة الخامسة تتعذر عن الانعقاد بسبب النصاب، فقد اقتصر الحضور على عدد لا يفي حتى شروط اكتمال نصاب قانوني لجلسة اعتيادية. مقاطعة الكتل الكبيرة للجلسة الثانية هي للوصول إلى نقطة اتفاق سياسي على ترشيح رئيس الجمهورية، وربما أيضا للاتفاق على تشكيل الحكومة، وهو ما لم يرتضيه عدد من النواب الذين كانوا حاضرين في جلسة الاثنين. حقيقة يعني التفاوض السياسي، التفاهمات السياسية مطلوبة لأنه الوضع اليوم فيه انسداد سياسي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن الأخوة أن ينتهي هذا الانسداد ونصل إلى المرحلة الأخرى. أول جلسة نيابية للدورة الخامسة تتعذر عن الانعقاد بسبب النصاب القانوني، لتتمكن بذلك الكتل المقاطعة للجلسة من منح وقت أكبر حتى تصل إلى نقطة تفاهم يمرر من خلالها ملف الرئاسات. الكتل السياسية المقاطعة لجلسة البرلمان الثانية نجحت في تأجيلها. جلسة مخصصة لاختيار رئيس الجمهورية أجلت بسبب النصاب. هذا تأجيل من أجل منح الوقت للكتل المتخاصمة بغية التوصل إلى تفاهمات. من داخل بناية مجلس النواب محمد فراس، قناة التغيير.